أفضل الكتب الروائية أكثر، لأن أنا أشوف وجهة نظري الكتب الروائية هي تبين لنا مثال عن قصة صارت، فتعيشنا تجربة من قبل ما إحنا شخصيا نعيشها. أغلب قراءاتي تكون للروايات، بس في هاي المرة حبيت أني أغير، فتقريبا أغلبية الكتب اللي اشتريتها نوعا ما فلسفية، وكتب يعني بعد أحاول أقرأ كتب باللغة العربية، فهاي نوعية الكتب اللي اشتريتها هاي المرة. اهتماماتي القرائية، أنا حاليا أقرأ في الرواية، يعني في الأدب والرواية، وأقرأ أيضا في الإخراج السينمائي، لأن الرواية لما تيجي تكتبها تحتاج تعرف المشهد من وين تبدأ، يعني من وين تبدأ توصف هذه المشاهد. اليوم كنت مقررة أن أغير النمط من الكتب اللي أقرأها، حبيت أن أروح حق كلاسيكس أكثر، لأن بطور اللغة اللي عندي من إنجليزي. اهتماماتي اهتمامات أدب، شعر، مائلة للشعر الحسيني، وما شاء الله المكتبة عامرة بالكتب الحسينية والتراث الحسيني. الروايات قصيرة مثلاً، وقت جرائم، شرطة، تحقيق، شيء حماس. اهتماماتي أدبية بالإضافة إلى فكرية، بعض الكتب عن تربية النفس، عن الطموح، عن تقوية الذات بشكل عام، بس أميل أكثر شيء إلى الروايات أو إلى الكتب الأدبية. كتب دينية وروايات. الكتب اللي تعنى بتطوير الذات وترسيخ المفاهيم. طبعاً أنا أحب التاريخ وأحب الروايات، فأفضل الروايات التاريخية.